استاذ محمود عطيه منسق ائتلاف مصر فوق الجميع. استاذ محمود اتفضل. صباح الخير يا زوائف. صباح الخير اتفضل. والله انا شايف الاستاذ مقدم المشروع يعني ساخط من اول الجلسه وبتنرفز، ايه المساله فيها ايه يعني؟ وبعدين استاذ محمد المفروض مشاته في الكلام ده مجروحه، فيعني انا كنت انقى بيه ان هو حتى تقدم. ليه 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 مجروحه ليه؟ لا يعني هو يعني هو يعلم وانا اعلم وحضرتك تعلم. قول يعني قول يا استاذ والنبي بعد اذن حضرتك، قول ليه حضرتك شايف ان انا شهادتي مجروحه. حضرتك قول. لا لا حضرتك لا لا انا عايزك تقول. لا قول. لا 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 حضرتك عارف. انا بقول لك قول. انا بقول لك قول. قول يا فندم. قول ليه؟ لا يا فندم قول ليه؟ الكلام وبعدين بقينا نسمع. لا قول ليه يا فندم. كل واحد يقول انا. لا. قول لي. انا عملت الدستور. قول لي يا فندم. انا بتاع التشريع. مين وانا مش عارف كده. ايه وتعالي على الناس يا استاذ عطيه. ما سمعتش الحلقه. اسمع الحلقه بس الاول. طيب اسمع الحلقه بس. اسمع هو متصل بس. اسمع. لا مش اسمعه. طيب. لما واحد يدخل يتهمني اتهام. ما هو شهاده مجروحه مش اتهام يعني. لا معلش حضرتك شايف ان شكلي مجروحه. انت هتتنرفز عليا. والنبي ما تكشرليش كده وانت بتكلمني. لن يمر هذا مرور الكرام. حضرتك ما تكشرليش مني. مجروحه اقول ليه؟ ما تكشرنيش بس والنبي كده وتبقى طاغط كده. ما انت اديله فرصه هو هيقول. اتفضل قول يا فندم. لماذا شهادته مجروحه؟ ما تكشرنيش يا استاذ محمد. ما انت ما احنا من دايره واحده. ليه يا فندم؟ انا بقول لك قول. ما تقول. قول شهادتي مجروحه ليه؟ قول شهادتي مجروحه ليه؟ ايه وتعالي على 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 الائمه اللي بيتكلموا. مين قال لك في التعالي؟ على الكلام. هم مضطر على اللي هم بيقولوا. بتتكلم بكل احترام يا اخي. ده رؤيتك. ده اي نقابه واي حاجه. الحد بيعمل مشروع بياخد رايهم وبيكلمهم. تتعدد على وجهه نظرك انت. وبعدين يا استاذ وائل لما بيتكلم على 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 الظني وغير الظني وان ممكن يقدموا شهادتين ولولي الامر ان هو ياخد يعني بالكلام ده، هل يعني هو بيحمل ولي الامر؟ حضرتك اسال في الاول. هو ده موجود ولا مش موجود؟ ما لازم اسمعه يعني. ما تسمعه يا فندم. واحد بيقول لك شهادته مجروحه يقول لك شهادته مجروحه. خلاص هو تجاوز بقى شهادته مجروحه. مش حاجه اسمها تجاوز. ده اتهمني اتهام على الهواء. يقول ليه؟ قول ليه شهادتي مجروحه؟ قول ليه شهادتي مجروحه؟ هو انت هو انا شيخ؟ حاجه غريبه جدا اللي بتعمله معاهم. ما تقول ليه يا فندم؟ قول ليه شهادتي مجروحه؟ يا استاذ وائل هل انا غريبه جدا. اتفضل اتفضل. رئيس الجمهوريه يبقى صاحي دلوقتي يشوف الكلام ده. هل يا فندم رئيس الجمهوريه وانا قلت حاجه ضد قانون الدستور؟ هذا الكلام يتحمل امام الله هو انا ضد القيامة. هذا الكلام انا بتكلم في اطار دور القانون ان هو يحكم في ما يفرض من اختلاف العلماء. تعالي ايه مش تعالي ايه؟ دي المسألة مش كده تماما. تعالي ايه مش تعالي ايه؟ اهدى بالله. كنت اتمنى عندك رأي في المقترح المعروف. ادخل قول يا فندم. شكرا. اهدى بالله. شكرا يا فندم. شكرا يا فندم. شكرا جزيلا. شكرا سؤال. شكرا يا فندم.